أهلا بكم مشاهدينا لنشرة الأخبار، ونبدأ النشرة من مسار التطبيع الإسرائيلي الإماراتي، حيث أقلعت طائرة إسرائيلية تابعة لشركة إل عال من مطار بن غوريون متجهة إلى أبو ظبي في أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والإمارات بعد الإعلان عن اتفاق التطبيع. ويسافر على متن الطائرة وفد إسرائيلي لمناقشة قضايا من شأنها تعزيز اتفاق التطبيع بين البلدين، إضافة إلى وفد أمريكي برئاسة مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وروبرت أوبراين. وحصلت شركة الطيران الإسرائيلية إل عال على موافقة الجهات المختصة في السعودية للسفر عبر أجوائها خلال الرحلة حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. طائرة العال أو إلى السماء كما يشير معناها بالعبرية، أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب وأبو ظبي. بوينغ 900-737 أكبر طائرات البوينغ في سلسلة الجيل القادم، ممهورة بالسلام لا تغرنك أحرفه. فالطائرة القوية تخشى ما تخشاه، وقد زودت بنظام دفاع ضد الصواريخ المحمولة على الكتف وفق القناة الإسرائيلية 12. يصنع التاريخ صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، حريص على كل تفاصيله. الرحلة تحمل الرمز الدولي للإمارات 971، وعلى بطاقات الصعود كتبت عبارة نصنع تاريخنا. كذلك يريد كوشنر. حسنا، هذه رحلة تاريخية، ونأمل أن تبدأ رحلة تاريخية أكثر للشرق الأوسط وما وراءه. هذا وقت يبعث على الأمل، وأعتقد أن الكثير من السلام والازدهار ممكن في هذه المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. وعين إسرائيل على ما يتاح لها غنمه من إدارة ترامب. هدفنا هو تحقيق خطة عمل مشتركة لتعزيز العلاقات في مجموعة واسعة من المجالات: السياحة والطيران والابتكار والعلوم والتكنولوجيا والصحة والاقتصاد والعديد من المجالات الأخرى. ضروري التوثيق للحظة، وصف الاصطفافات قد يمتد إلى خارج أطر الصورة. طارت ينفض جناحاها مسارات السلام المأمول والقضية المخدوعة. ليس بعيدا عن خداعها العبور التطبيعي عبر هذا المجال الجوي. موقع فلايت رادار رصد مرور العال الإسرائيلية عبر المجال الجوي السعودي. لن يكون بعيدا ربما أن يصير مستقبلا مجال وصول لا مجال عبور. من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتياء أنه من المؤلم هبوط طائرة إسرائيلية بالإمارات في إشارة لأول رحلة جوية بين تل أبيب وأبو ظبي. طبعا أشار وصف الأمر بالخرق الواضح والمفضوح للموقف العربي من الصراع العربي الإسرائيلي. وفي ذات السياق قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم للتلفزيون العربي إن إصرار دولة الإمارات على تطبيق اتفاق التطبيع باستقبال وفد إسرائيلي هو إصرار على مخالفة الإجماع العربي الرافض للتطبيع. أضاف قاسم أن إقلاع أول طائرة تجارية بين تل أبيب وأبو ظبي على متنها وفد إسرائيلي أمريكي هو مصلحة إسرائيلية وضد الأمن القومي العربي. ينضم إلينا مشاهدينا من رام الله عماد أبو عواد مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية. أهلا بك سيد عماد. يعني محمد إشتياء كما ذكرنا في الخبر وصف الأمر بالخرق الواضح والمفضوح للموقف العربي، هل يمكن فعلا اعتبار ما حصل وهذه الرحلة نقطة تحول، نقطة اختراق في الموقف العربي والصراع العربي الإسرائيلي؟ وبرأيك كيف ترى هذه الرحلة خطورتها في هذا الوقت؟ يعني بالتأكيد ما حدث من تطبيع ونقطة اختراق للموقف العربي كان الرهان الدائم حتى في الداخل الإسرائيلي على أنه لا يمكن إقامة علاقات تطبيعية مع الدول العربية إلا في ظل حل القضية الفلسطينية، بغض النظر هل نوافق أو لا نوافق على اتفاق أوسلو، لكن كان هذا المتعارف عليه عربيا وداخليا. إسرائيل كسرت هذا الحاجز، ونتنياهو أثبت حتى لليسار الإسرائيلي بأنه قادر على خلق معجزات مع الدول العربية التي بات
يصف بعضها على أنها الشقيقة من خلال عمله الدؤوب كذلك مع الموساد على ما يعرف الآن بالوصول إلى الحالة التطبيعية. هذا سينعكس سلبا على القضية الفلسطينية، كذلك سينعكس إيجابا على إسرائيل بشكل كبير. دعنا على سبيل المثال نقول بأن الاتحاد الأوروبي الذي أوقف عمل بعض اللجان منذ 8 سنوات على خلفية الاستيطان في الضفة الغربية، أبلغ جابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلي رسميا من قبل الاتحاد الأوروبي على إمكانية إعادة عمل هذه اللجان بعد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي. إسرائيل الآن تخاطب العالم بلغة مختلفة، إذا كان العرب أنفسهم يطبعون وغير آبهين بالقضية الفلسطينية، لماذا تعاقب إسرائيل أو تقاطع على خلفية ما تقوم به في الضفة الغربية؟ إضافة إلى ذلك مساحة الشرعية التي تريدها إسرائيل بعد هذا الاتفاق والاتفاقات المزمع التوقيع عليها ربما في القريب العاجل هو كبير. بالتالي هذا يعني الحال من التطبيع. السفر كذلك الذي بدأ اليوم والطائرة التي وصلت إلى أبو ظبي تشير بشكل أو بآخر بأننا على أعتاب مرحلة جديدة، وبأن إسرائيل بالفعل استطاعت تقليم القضية الفلسطينية للأسف الشديد بدعم من بعض العرب. تأكيدا على ما ذكرت سيد عماد، أيضا معارضون نتنياهو يشيدون بما حققوا بهذا، يقولوا بأنه إنجاز تاريخي بدون أي تنازل. لكن لو تحدثنا يعني عن مرحلة أخرى، عن مستوى معين، هذه الرحلة هي رحلة ليست عادية، لكن عملية تطويع العقل العربي في مشهد اليوم بأنه قد القادم بأنه يصبح مقبول ويتعود على مثل هذه رحلات ومثل هذا التطبيع. يعني هو هذا المأمول، إسرائيل تأمل أن تتحول إلى دولة مقبولة في فسيفساء المنطقة. بن غوريون عندما تحدث في خمسينيات القرن الماضي وأشار بأنه لابد من الوصول بعد عقد أو عقدين من الزمن إلى مرحلة تعرف بأن تصبح إسرائيل جزء مقبول يعني متقبل لدى الأوساط العربية، يبدو للأسف الشديد بات يعني يتقبل هذا الموضوع على الأقل على مستوى الشريحة الحاكمة في بعض الدول والشريحة الموالية لهذه الحكومات. لكن في المقابل التفاؤل ليس كبير إسرائيليا أن يكون هناك شريحة كبيرة في الأوساط العربية تتقبل الإسرائيلي وتطبع معه. القناعة الإسرائيلية لا زالت رغم تواطؤ جزء من الحكومات العربية، القناعة الإسرائيلية تقول بأنه الغالبية العظمى من الشعوب العربية ترى في إسرائيل على أنها دولة احتلال واستيطان، وأعمالها في القدس تشير بشكل أو بآخر على أنها دولة عنصرية فاشية تبقى في دائرة العداوة رغم الاحتفاء والاحتفال الكبير الذي تحاول إسرائيل تسويقه. لكن بالمجمل ما من شك بأنه هذا على الأقل على مساحة دائرة ضيقة يعتبر إنجاز كبير. طيب سيد عماد، سؤالي من شقين. الشق الأول هو الاحتفاء في إسرائيل اليوم بفتح الأجواء السعودية لهذه الرحلة الجوية من تل أبيب إلى أبو ظبي، كان كبير جدا وحتى مبالغ فيه لتصورات مستقبلية، هذا من جانب. من جانب آخر نتنياهو ذكر موضوع أو استغلال المحور الإيراني، وأنه قال بالتحديد قربنا من الدول العربية وعملية التطبيع. لا، أنا لا أعتبر بأنه يعني هناك مبالغة في الحديث عن استخدام الأجواء السعودية. السعودية ينظر لها في الأوساط الإسرائيلية باتجاهين، الاتجاه الأول على أنها قائدة العالم العربي السني، والاتجاه الثاني على أنها دولة اقتصادية قوية. بالتالي أي حديث يتعلق ومرتبط بالسعودية أو العلاقة مع السعودية أو المرور من الأجواء السعودية يعتبر بالنسبة لإسرائيل إنجاز كبير وعظيم جدا يبنى عليه في المستقبل لأمرين، تحويل الفكر العربي باتجاه إسرائيل، والأمر الثاني مرتبط بالاقتصاد. فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، إسرائيل عملت على ذلك منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن أو ربما أكثر من ذلك، حتى من أيام الدعاية الانتخابية بين بنيامين نتنياهو وبيرس على رئاسة الوزراء عام 1969، عندما تم الإشارة ولأول مرة بصراحة على ضرورة بناء حلف إسرائيلي مع بعض الدول العربية السنية ضد إيران. بالتالي نعم، إسرائيل تستخدم هذه الشماعة كثيرا، تخوف العرب من الموضوع الإيراني، تعمل من خلال الولايات المتحدة على ترسيم ما يعرف الحلف الإسرائيلي مع بعض الدول العربية للوقوف بوجه إيران. وهذا ليس سرا أن بعض الدول العربية تعتبر أن العلاقة مع إسرائيل هي أفضل الطرق لإبقاء العلاقة قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الوقوف في يعني وجه ما يعرف بالخطر الإيراني من وجهة نظرهم. بالتالي نعم، هذا الموضوع استغلته إسرائيل وأحسنت استغلاله بشكل كبير. من رام الله، عماد أبو عواد مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا.